خلونا نروح لبطلتنا المصرية فريال أشرف، والتي تتوج ببرونزية الكوميتيه في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه. ازيك يا فريال؟ يا فريال، أين فريال أشرف؟ من السفينة الأم إلى فريال أشرف. أنا مع حضرتك. إزيك، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا. أنا كده مش هقول لك هتجيب لنا ميداليات إيه تاني، هقول لك هتجيب لنا محور إيه تاني يا فريال. أنت عندك محور باسمك دلوقتي. ألف مبروك يا فريال. الله يبارك في حضرتك، شكرا. المسابقة دي كانت صعبة على ما يبدو، لأن فريال بتاعت الذهب. هي فعلا كانت صعبة، خصوصا اللي هي جت بعد فترة زواجي، يعني مدة أسبوعين كان الموضوع صعب، يعني اللي أنا أنزل البطولة كان ريسك كبير عليا فترة قليلة، اللي أنا أقدر اللي أنا أنزل بطولة دولية فيها كل المصنفين، فطبعا الموضوع كان صعب عليا جدا، بس الحمد لله يعني بنحب التحديات نزلنا البطوله الحمد لله، ربنا قدرنا ما شاء الله. ولنا يعني اللي انا قدرت يعني اللي انا اجيب ميداليه، اي نعم الحمد لله كانت عيني على الذهب، بس ما حدش بيتعلم من الساهل، ودي حاجه بتدفعني اكتر لقدام اللي انا اكمل، اللي انا يعني بالشغل اللي انا شغاله بيه، ما اللي انا لازم اغلط عشان خاطر اللي انا احسن من مستواي اكتر واكتر واوصل لميداليه الذهب بعد كده. والله يا فريال، اولا انا ما كنتش عارف انك انت يعني اتجوزتي، فالف مليون مبروك، حتى لو كانت متاخره شويتين الف مليون مبروك. ده واحد. اتنين، انا اكلمك بصراحه شديده، فين الغلط يا فريال؟ انت بتتكلمي على بطوله شديده الصعوبه، فيها اكبر مصنفين على مستوى العالم، وانت كبطله رياضيه عارفه ده اكتر مني، انا لعبت رياضه على قد يعني، بس مفيش حاجة اسمها لما بجيب ميدالية تانية أقل من الذهب في بطولة تانية يبقى أنا غلطت. عمري ما بصيت لها كده، على قد ما أنا ببقى محتاجة حاجة من بطولة معينة. بس هو احنا مثلا لعبتنا لعبة خطف زي ما بيقولوا، إنك تخطف اللي قدامك في يعني في توقيت معين أو في تكتيك معين، ده بيفرق جدا. فأنا فعلا خطفت في الماتش ده، فانا يعني من النوع اللي بعاتب نفسي في يعني في الحاجات دي، اللي انا ببقى عايزه طبعا ان انا اقدم الافضل، وخصوصا ان هي بطوله على ارضي، كنت اتمنى ان انا اجيب الذهب، وان انا ابسط الناس زي ما هم كانوا مبسوطين ان هم بيشوفوني كمان قبل اللعب، هم الناس كانت مبسوطه، كانوا مديني روح غير طبيعيه، مخليني ان انا العب باريحيه، لا انا حابه ان انا وجودي في وسط اهلي وناسي. كانت بطولة يعني بالنسبة لي ليها يعني ملمس خاص كده بالنسبة لي، اتبسطت بيها، اتبسطت بكل ضربة جبتها في البطولة دي، فكان نفسي ان انا يعني ابسط برضو الجمهور وابسط الناس كلها بالذهب زي ما تعودوا مني، بس الحمد لله نقول قدر الله وشاء فعل، حاجة تدفعني لقدام اكتر. ميدالية برونز بس بالنسبة لي غالية اللي هي على ارضي، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل باذن الله. باذن الله. والله يا فريال والله انت ضحكتيني، قدر الله وما شاء فعل، داخلين حادثه يا بنتي، انت جايبه بطوله دوليه مهمه جدا يعني الموضوع، بس انا فاهم انه ده بيبقى المايند سيت او الشكل التركيبه العقليه بتاعت الابطال، هو ما بيرضاش بحاجه اقل من اللي عملها قبل كده. انا فاهم والله. طب هنا يجي سؤالي بقى، البطوله الجايه هتبقى ايه وامتى وفين؟ هو عامة احنا في فترة يعني اعداد شوية، احنا عندنا محطتين مهمين للسنة دي، هي دورة الالعاب في شهر 6، دورة العاب افريقية، وبطولة العالم في اخر شهر 10. دول المحطتين الاساسيين بالنسبة لنا. في بطولات بريمير ليج برضو، هتبقى في بطولة، اول بطولة هنلعبها هتبقى في شهر 5 باذن الله، دي هتبقى في الرباط في المغرب. فيمكن ثلاث شهور الجايين دول هيبقى اغلبيتهم هو اعداد لينا لكذا محطه اللي جايين، اللي هم اهمهم بطوله العالم ودوره الالعاب. باذن الله باذن الله، استعدي لانه دول بقى اللي احنا راجعين باذن الله منهم بالذهب باذن الله،
وساعتها برضو هنشوف محور تاني يتكتب عليه في ريال أشرف مرة تانية، يبقى في ريال أشرف 2 إن شاء الله. ألف مبروك يا فريال، وربنا بيعمل كل حاجة حلوة، وانت عملتي اللي عليكي وزيادة وما شاء الله، وربنا يحفظك، وألف مبروك على الجواز كمان. كل الشكر لبطلتنا، بطلة الكاراتيه العالمية، الفائزة بذهبية الأولمبياد والفائزة ببرونزية دوري العالمي لكوميتي الكاراتيه في ريال أشرف.